انا عندي عزة نفسي جامدة قوي، انا اطلبها من ربنا ولا اطلبهاش من العبد. اشتغلت في الغيطان واشتغلت في البيوت واشتغلت في كل حتة، ما خليش ولا حتة الا لما اشتغلت فيها. انا بشتغل كذا شغلان مش عيب، وانا فخورة ان انا بعمل كده. انا اسمي مجد عبد الحميد محمد من الشرقية، بشتغل على التروسيكل وبخبز عيش اوديه للناس. أنا معايا بنتين بربيهم، واحدة منهم على وش جواز وواحدة في أولى إعداد. ماشي، والدتي جابتنا أنا بس، ما جابتش حد غير، فجت مات من 5 سنين، أصبحت وحيدة، مش حد بيجري عليا ولا بيعمل، بقيت مش عارفة أعمل إيه، أربي العيال دي إزاي ولا أعمل فيهم إزاي. وديتهم لأهليهم، أهلهم مش عايزينهم ولا بيسأل عنه. أنا مني واحدة من العيال، البت الأخرانية دي أبوها بقاله 11 سنة ما شافهاش ولا يعرف عنه، ولا لو واقفة قدام منه مش هيعرفها. أنا مرتين تلاتة جه لي وفاها هنا وقطع رجله تاني، ما شافهاش تاني. ماشي، قلت لأ أشتغل في إيه؟ مش عارفة أشتغل في إيه، أجيبها من هنا أدورها هنا. شغلة البيوت بتهدي الحي، بقيت أشتغل في البيوت وبقيت اروح الغيطان وبقيت اشتغل هنا واشتغل هنا. ما كنتش بقى برضك مش قادره اوفر لهم الحياه الكريمه اللي انا عايزاها. جبت حته التروسيكل، الناس ساعدتني وجابت لي حته التروسيكل دي بالقسط، هم دفعوا لي شيء وانا كملت الشيء التاني، بقيت بشتغل عليه. كنت جايبه واحد بيشتغل معايا بالاجره، بقى يخرب لي فيه ويكسر لي فيه ويدغدغ لي فيه ويعمل، وما كانش بيديني ايه اجرتي. مرة في مرة ركبت معاه لحد ما اتعلمت السواقة، قلت لا لازم اني امارس حاجتي بايدي. بقيت اشتغل اي شغلانة كانت تجيلي كنتش بتردد، كنت بروح عشان ايه اقدر اعلم العيال واوفر لهم حياتي يقدروا يمشوا بيه. فاشتغلت، انا كنت في المنة الخبيز دي زي ما انا برضو كنت بخبز برضو للناس وبودي العيش برضو، كل اللي بيعوزني بخبز له، واللي بيروح اللي بيخبز عنده في فرن برضو نفس الفرن اللي انا قاعده فيه دي برضو عند الناس هنا. كنت بروح ما كناش وكنتش بستعب اي حاجه يعني، كنت بجي بروح عايزه فلوس اكل انا وعيله بس. عايزه فلوس عشان اعلم ولادي، مش عايزاهم يتعبوا زي ما انا تعبت. اصلا انا تعبت قوي 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 زياده عن اللازم، بس ربنا كافئني كافئني باللي انا يعني بعلمهم، بشتغل على التروسيكل، بجهزها يعني. الحمد لله، اللهم لك حمد وشكر يا رب على الوقفه اللي ربنا وقفها معايا. ليه؟ لان والدتي ميته دعيالي، لان انا ما خليتهاش برضك، كانت صاحبه مرض وشلتها لاخر يوم في عمري. فكانت تعبت مني وقعدنا كتير في المستشفى، وولادي كانت هنا، كانت الحاجه دي جارتي برضو كانت قاعده معاهم برضو، وكانت ولادها بيباتوا عندها ويقعدوا عندها. اصل احنا هنا يعتبر ايد واحده وبيت واحد، ما ليش قاعده مع اي حد، جميع الناس بتحبني، مش بشكر في نفس لا، جميع الناس بتحبني وجميع الناس تخدمني لو انا عايزه حاجه من حد. واضح من ساعه ما نزلنا من على راس البلد من فوق، مش البلد بس، جميع الناس من على الطريق من بره، محدش لا كل، ولو بره البلد برضك عارفين عارفين الناس عارفه ومشاهد سنين. انا بشتغل وبجيب عرق جبيني، بلم بجيب لي امتي بعرق جبيني. ما انا عندي عزه نفسي جامده قوي، انا اطلبها من ربنا ولا اطلبهاش من العبد. احنا شغالين وربنا هو المستعان، طول ما النفر عنده اراده الدنيا وما فيها. وانا الحمد لله اردت جامده بالله سبحانه وتعالى.
اعمل اي حاجه، لان انا اتبهدلت اما ابو العيال دي رماني وانا في عز صباي. انا عندي 46 سنه، مانيش كبير، بس قررت ان انا ما اتجوزش تاني. قلت لا، كفايه ان تربيتي في العيال دي تسوى الدنيا وما فيه. ووالدتي برضك انكفت عليا برضك، بس ربت ولاد اختها كانوا ميتين في حصه عيال يجي 5 انفار. ام برضك انكفت عليهم وربتهم وعلمتهم لله. اللهم امين. ما هو صعب فعلا، بس طول ما قابلت كل، بص، قابلت خطرات كتير لدرجه قلت هي ميت موته، هي موته واحده، هي موته واحده، وبعدين اعمل ايه؟ دولك بنات، اوديهم فين يا استاذ عمرو؟ اوديهم فين؟ ما ينفعش ان انا اوديهم لاهاليهم، اهاليهم مش عايزين. اسيبهم للسكك؟ اسيبهم للسكك يعني؟ ولا ما... لا، ما ينفعش. وانا قررت ان انا اربيهم، وربنا عني ووقف جنب مني، وقف عمري ما هنساه. ده من رضا ربنا على البني ادم. أني أول ما سقت التروسيكل رحت الوكالة بتاعة الطماطم، ما كانش حد راضي يحمل، فرحت رايحة للمعلمين الكبار. مرة اتحمل ازاي؟ قلت له محمد، انت ليك زرعك يوصل لك، ده بفضل الله. رحت للمعلمين حكيت لهم ظروفي، حملوني واشتغلت في وفي الموقع ما كانوش راضيين يشغلوني برضه. المرة تعرف في وسط الرجالة ازاي؟ بس المرة دي بميت راجل. دخلت واشتغلت في الموقف ده، وبقيت اليوم اللي ما اشتغلش في الموقف فيه اطلع الوكالة عشان احسن دخل وامشي قصاد الناس، لان الحياة بصراحة مشقة، تعب، بس عايز الجامد، عايز اللي ما حدش يضحك، عايز ان ما حدش يضحك عليا. فالصعوبات دي كلها كانت والدتي هي اللي معوداني عليها من صغري. كانت ستي برضو، كانت امي برضو كده، كانت شديده كده، وما كانتش بتمشي، وكانت بتمشي ما يهمهاش، وكانت بتشتغل مع الرجاله، ما كانتش بتشتغل مع النسوان. تقول لك هتعامل مع الرجاله وما تتعاملش مع نسوان. اقول لها ياما ليك، تقول لك الرجاله كلمتها واحده لكن النسوان لا. اشتغلت كتير قوي، اشتغلت كتير، ما خليتش ولا حته الا ما اشتغلت فيه. عشان كده بمشي ما بيهمنيش من حاجه. ليه؟ لان اشتغلت وعارفه دي، عارفه اللي يضرني من اللي يصلح، وانا امشي في الصح بقى. اشتغلت في الغيطان، واشتغلت في البيوت، واشتغلت في كل حته، ما خليتش ولا حته الا ما اشتغلت فيه. كل ده وانت بتخبزي؟ بخبز. اليوم اللي ما يبقاش فيه شغل عندي بطلع ادور على اكل عيش. مثلا يوم خبيز هنا خلصت، ما فيش فيه خبيز، اطلع على الموقع اللي انت حضرتك نزلت من عليه. ما فيش يوم كده بروح شغلي برضو، كان شغاله معايا دكتور برضو، بروح امسح الصبحيه الساعه 8 الصبح وباجي على هنا بمسح. اخلص شغل من عنده بطلع الساعه 12 الظهر من عنده، اسمه الدكتور وليد وجيه، امسح ليا شقتين والسلم دولك، بمشي الساعه 7 الصبحيه اخلصهم اذان الظهر. بعد كده اطلع من عند الدكتور اجيب المصاصه اللي انا شغاله فيها دي دلوقتي، اروح اجيبها من المغلق بتاع الزباله لا مؤاخذه، احملها وانا اللي اربطها وانا اجيبها في التروسيكل بتاعي ده. وبعد كده اجي ادور الفرن بقى، عندي خبيز بشتغل، ما عنديش خبيز بطلع على الموقف اجيب دور على ناس جميع البلاد كلها بتيجي تاخد، ما بترددش على حاجه. اجي اخر النهار يبقى في ايدي قرشين اعرف اصرف انا وعيال. بنتي اللي معايا دي عيان عندها انيميا لفوق، ما كنتش كل شهر احط لها دم، لو انا مش معايا فلوس والله ما يدخلونا المستشفى. كيس الدم 700 جنيه. طب وانت اديتيني مره مش هيديني المره الجايه؟ ما هو مش انا لوحدي اللي عيان، ده البلاد كلها. فانا اقول لا، اعمل حسابي برضك من هنا على 1000 جنيه، ادنى دبقه من هنا ومن هنا ومن هنا لحد ما اجيبه واطلع احط لها الدم. اهي ماشيه بقى، هنعمل ايه بقى؟ وربنا هو المستعان.
هي كبيرة. أصل أنا اتظلمت كتير قوي، اتظلمت كتير قوي والله يا أستاذ عمرو، يعني اتظلمت ظلم يعني. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. أبو العيال دي طلعني ما ادانيش حاجة، ورماني بالبت دي ومضانا عليها إن هو مالوش عيال عندي. قلت له رزقي ورزقها على الله. خدتيها بنت 40 يوم ما ادانيش فاتي، طلعني طلق القدرية. ما ادانيش حاجة، مطرحة انقطعت. والاخر طلعت يا استاذ عمرو بهم، جبتهم وجاي قعدت معاهم. كانت امي هي لوحدها في البيت، بقينا نشتغل انا وهي ونجري مع بعضنا. هي كانت بتشتغل، ما كنتش بقول لها لا، ما كنتش بعرض امي في اي حاجه، كنت اقول لها يلا. لا الشغل مش عيب، ده بتجيبه بعرق جبينك ما تجيش اخر النهار تقول يا فلان ها. كلمه هدي كبيره قوي عند اللي يفهم، كلمة هدي كبيرة قوي، وأنا ما أعرفش أقول، ما أعرفش أنطقها، حتى لو أنا نفسي في حاجة عمر ما طلبتها إلا لله سبحانه وتعالى، لأن أنا ما بحبش أقول هدي في البلد دي. أنا عندي عزة نفس جامدة جامدة، يعني أنا جنب مني واحدة أهي عمري في حياتي ما طنفها إلا لله سبحانه وتعالى. أقول لا لا، كانت والدتي بتغبس وكنت بقرص عليها. جت عيد لما اخذه كانت عامله عمليه، وجت ايه في اليوم ده كنا كانت ناس مبيتين علينا ومحدش رضي يقدم على العيش بتاعنا ولا يخبزه. قلت لها حاجه انت عامله عمليه هتقعدي ازاي قدام النار؟ المهم ربطت بطنها لما اخذه بالبشكير وراحت ايه قاعده قدام الفرن زي ما تقول انت جبت السكينه وشلعت بطني بيها، مش عارفه اعمل حاجه، وهي عايزه تخبز تلم عيش الناس. اصل العيش ده لما اخذه استاذ عمرو عامل زي الميت، لازم يتكفن وينحط، لازم يتلم باي طرق. فبعدين قلت لا، طب والله العظيم لو ما كنتش تخليني اتعلم اخبز لحط لك لا مؤاخذه في تراب، حط لك في تراب. قالت لي انا عارفاك انت دماغك ناشف. قلت لها دماغي ناشف؟ ايوه انا دماغي ناشف. كنت ساعات بقاوحها كده اقول لها ايوه انا دماغي ناشف. المهم اتعلمت، دنيت سنه اتنين تلاته وراه، كان كل ما تروح فرن وراه وراه، نقرص ونخبز ونعجن ونودي العيش، نقرص ونخبز ونودي العيش، يجي ياخدوا عيش زي ما انا بعمله كده. والاخر اتعلمت، جت مات نفعني. كنت اعمل ايه لو انا ما بخبزش بقى ولا انا ما بعملش، كنت اكل منين؟ هتعلم اخبز واي شغلانه تقابلني هشتغل فيه. هشتغل. عارف ما كنت اطلع على الموقف كان ينزلوا علي، كنت انزل امسك في السواقين. ما بخافش، اصل انا على حق. خاف من ايه؟ خافش. لا في عربيات بتغلس عليا وبتزنق علي، في سواقين رزله بتزنق علي، بس انا ما بسكت لهمش. ورحت طالعه قدام منهم طايره وموقفه لهم التروسيكل بالعرض، وموقفه الطريق ورحت نازله ماسكه فيه. بس انا على حق، ادام ما كلمتكش ما تحتكش بيا، هو كده الاصول. بس عندنا هنا بقى بيغلسوا بقى بدلال. لا اللي ما يعرفنيش بقى ما بسكتلوش، لكن هنا لا حدش بيغلس علي، كل جميع الحتت بتدعي لي وبتضحك. بص بيتمنوا لي اي خدمه، بس انا ما بحتكش بحد. انا من اذان المغرب بقفل الباب على نفسي انا وعيالي، ما بطلعش بره، ولا ولادي بيطلعوا بره ولا انا بطلع بره. صلي المغرب واروح طالعه قافله الباب على طول، يعني ساعات اخلص المغرب، ساعات اخلص العشاء، ساعات بعد العصر، ساعات الضهر، حسب الشغل، حسب الدقيق، حسب الحاجات اللي هتجيلي. تخبزي بالطلب ولا الناس هي اللي يعني؟ لا انا بخبز كل يوم للناس، بتجيب لي الدقيق وانا بعمله من عندي. الشكاير اللي ورا دي الماوي اللي انا بشتغل فيه يوم الجمعه ده بقى. الماوي ده يوم الجمعه دي بقى لو انت جيت حكايه دنيا تانية. يوم الجمعه دي ناس عندنا بقى ايه بيحبوا العيش الرحالي بتاعي اللي انا بعمله ده، اسمه الماوي. دي الرحالي دي بقى عندنا بقى دي اكنها فاكهه،
فاكهه مش موجوده بقى، عيش بيطلع زي ما يكون كريستان واقف كده، مش زي دي كمان، دي غله. فعندنا بقى تبص تلاقي ناس هنا في الزقه ديك زي اكتر من الطابونه، يمكن الطابونه تهون عن الشباب بقى وبنات وستات ورجاله وكبار، كل ساعه صلاه الجمعه دي تلاقيني انا شغاله بقى، بشغلها من الساعه 6 الصبح عشان الناس بتتغدى وفي ناس بتتعشى مش كل. فتبص تلاقي عندي بقى يوم الجمعه دي بقى زي ما يكون يوم العيد بالظبط كده. ايه الفرق الديني وبين الثاني برضه يعني؟ لا الفرق ان هو بيبقى عيشه حلو اوسع من ده. الفرق في الصنعه ايه ولا الفرق في الطعم؟ لا في الطعم وفي الصنعه. ان هو بيبقى عيش ماوي، انا هعمل لك منه دلوقتي رغيفين تشوفه عشان بيبقى في فرق من ده، بس طعم وشكل. يبقى انت عايز يعني لو انت لا مؤاخذه في الكلمه عامل سمك، اللهم صل على النبي، هتاكل وتشبع، هتاكل وتشبع منه، لان العيش ده بياكل وريحته جميله عشان كده بقى بعمله انا. والعيش ده اسمه اللي هو ده بلدي، ده الخمر بقى، ده بنعمل بخمير، العيش ده بخمير، في ناس بتحبه صغير وفي ناس بتحبه كبير، كل واحد وطلبه. انا نفسي ان بنتي تتستر زي ما انت شايف حضرتك كده، الدنيا وما فيها ما مش هقدر، جهاز العروسه كتير وانا وليه على باب الله، يا دوب بنقي شكنه عشان بلومتنا، ما اجيب بوتاجاز منين ولا غساله منين، اللي ربنا قدر لهم عليهم حبه العزل في الاوضه جو ما جبتش غيرهم، ما فيش اجيب منين، ما يا دوب يا دوب بعلم العيال، هي في السنه فاضل لها سنتين وتتخرج، ما عادش لها حاجه تاني، ومخطوبه بقى لها يجي 9 اشهر هي وكلها 8 اشهر، مش عارفه اعمل خطيبها اللي انت شفته ده، جهز العزل وانا مش عارفه ادخل هبعمل ايه. نفسي اكلم الريس والله العظيم انا مش عايزه منه حاجه. انا نفسي الريس يدوق العيش بتاعي، احنا عيشنا حلو قوي والله يا ريس، ونضاف قوي قوي، وكله برضك من فضلك وفضل ربنا، وكله من خير مصر، كله من خير مصر والله، مش من بر، كله من خير مصر، وخيرك يا ريس علينا برضه، احنا عايزين نشوفك بس، عايزين نشوفك، انا عايزه اشوفك، انا من سنين السنين وانا عايزه اشوف الريس، والله العظيم مش عشان اي حاجه، مش عشان ان هو هيساعدني ولا حاجه، لا، انا نفسي اشوف الريس، من سنين السنين وانا عايزه اشوف الريس، بس يا ريت يشوفني بس، انا عايزاه يدوق عيشي ويشوف احنا يعني كله مصر فيها خير كتير واحنا بنحب خير مصر. انا بشتغل كذا شغلان ومش عيب، وانا فخوره ان انا بعمل كده،